السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. أقوى مقارنة ممكن تشوفها في 2023، هادي شوبان صاحب مستر أولمبيا وحصل على المركز الثاني في 2023. روبل القوة والسرعة والتحمل وقوة عضلية على المسرح زي ما احنا شايفين، حصل على كارت الاحتراف. هل سنشاهد الفترة القادمة بطل جديد في مستر أولمبيا في قوة عضلية جبارة زي ما احنا شايفين التشريح؟ هادي شوبان يكسح المسرح، قوة مقارنة جدا. هذا اللاعب لسه صاعد، لكن هادي شوبان تاريخ في رياضة كمال الأجسام زي ما احنا شايفين. روبل قوي جدا للغاية، منافسة قوية جدا. من سيفوز؟ قول لنا في التعليق من سيحصل على المقارنة ويفوز بها زي ما احنا شايفين. هادي شوبان ثاني مستر اولمبيا 2023، عنده الظهر اقوى بكتير من روبل. روبل الرقم القياسي العالمي في اضخم رقبة في العالم. على ما اظن الفترة القادمة سوف نشوف منافسة قوية جدا في مستر اولمبيا القادمة والبطولات القادمة بعد كارت الاحتراف. روبل منافسة قوية جدا. هادي شوبان اتظلم السنة دي في مستر اولمبيا وحصل على المركز الثاني، لكن هنشوف في كلام الفترة القادمة ولا لا. لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.